رحيم، ايه اللي حصل في موضوع فتوح؟ اللي حصل في موضوع فتوح ان فتوح النهارده تم اخلاء سبيله بكفاله 50,000 جنيه. يعني ايه؟ يعني اصبح مطلق الصراحه فتوح. ففي ناس بيقولوا ان فتوح يقدر يشارك في ماتش السوبر اللي جاي، وان مفيش اي حاجه تمنعه من المشاركه في مباراه السوبر القادمه بعد ما دفع فلوس الكفاله. على الجانب الآخر، محامي أحمد فتوح عرض 35 كيلو جرام من الفضة كدية على أسرة ضحية أحمد فتوح، والفلوس دي إجماليها 35 كيلو جرام فضة يعادلوا حوالي 2 مليون. ولكن المشكلة في الوقت الحالي إن أهل الضحية مش قابلين، واحد ابنائه، طبعا عارفين ان ضحية احمد فتوح هو امين شرطة اسمه سيد، سنه 54 سنة، من محافظة اسكندرية. احد ابناء هذا الرجل بيقول انه جثة ابي اصبحت 4 اجزاء، ان الخبطة اللي خدها، لان طبعا فتوح كان طاير على الطريق وطريق سريع، وجنبه لعيب نادي الزمالك الاخر حارس المرمى محمد صبحي، وطايرين مش شايفين اي حاجه خالص، وخبطوا في الراجل وما خدوش بالهم اصلا ان هم خبطوه. فالراجل حصل له يعني ان جسمه اتقطع، لان الخبطه بعربيه مش عربيه عاديه، دي دبابه. فننتج عن كده انه مفيش حد خالص من اهل الضحيه، امين الشرطه من اهل ضحيه الحادث، قابل بالفلوس دي. ده معناه ايه؟ ده معناه ان هيزودوها، يتم تزويد الديه، الديه هتزيد. في الوقت نفسه وعلى جانب اخر برضو، الناس دلوقتي بتتكلم في انه احمد فتوح لازم يقف جنب، دي رساله اللي كل الناس عماله تقولها له، عمرو الدردير وغيره، انك لازم تقف جنب أسرة الضحية. وناس تانية عمالة بتقول يا جماعة هو انتوا بتهرجوا، انتوا بتتكلموا على ايه؟ انتوا عايزين الراجل ده يروح يلعب ماتش السوبر بجد؟ هيلعب ماتش السوبر ازاي بعد اللي حصل؟ اللي حصل ده كارثة، اللي حصل ده كارثة، لأن في واحد بريء أزهقت روحه على يد أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك بسبب السير بسرعة جنونية تحت تأثير مخدر الحشيش. فمفيش مجال بقى للتفكير في الكورة. شكرا.